شو عملت فينا مثل الورق طيرتيني يا حرام شو عملت فينا مثل الورق طيرتينا بدت الدنيا عيشة معك يوجعني قلب يوجعك بدت الدنيا عيشة معك يوجعني قلب يوجعك حقك تنغرب البقيك ولا أغضب من حركاتك ولا على هامش فعاليات مهرجان سوق واقف اللي يقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة التقت إذاعة البلد وبرنامج جالا شو الفنان التونسي صابر الرباعي اللي أحيا سهرة من أجمل السهرات قدم فيها مجموعة من الأغنيات اللي لقت تفاعل كتير كبير من الجمهور الحاضر وأثارت حماسه وبين الأغنيات باللهجة المصرية والتونسية واللبنانية والخليجية كان الطرب هو سيد الموقف بهالسهرة عندك خبر شو حلوة انت يا روحي انت عندك خبر شو حلوة انت انت يا روحي انت نيالو شعرك بضلو جنبك نيال المي اللي عشبابك بالبداية وعما إزعتيت صابر على فكرة النجاح أم أنه الموضوع بعده بخوفه لليوم لأنه المحافظة على عوامل النجاح منا بالأمر السهل على الإطلاق قال صابر النجاح المستمر دائما يخوف مش مريح النجاح كل إنسان صعب أنه أوكي يفرح به ولكن يعمل له خوف آخر خوف نوع آخر خوف الاستمرار خوف أنه يحقق نفس النجاح ولا لا فأقلق أكيد أنتم يعني مستهلكين أو متفرجين لكن إحنا كصانعي الشيء اللي بنقدمه يعني الأغاني أو الحفلة فأكيد فيها تحضير وفيها قلق فيها حتى الحفلة هذه تكون تنسي الناس في الحفلة اللي قبل فصعب أنك تعيش الراحة إلا بعد ما تحقق النجاح وتفكر في حاجة أخرى بعد وعما إذا كان يخشى فكرة التكرار على المسرح خصوصا أنه بيشارك بها المهرجان للعام التالي على التوالي شوف طالما في جديد طالما في أغاني جديدة طالما في أكيد الناس ما هيش يعني ما احناش قعدنا نشتر في أغاني صحيح أنه في أغاني يعني ما يمكنش أنه نستغنى عنها أكيد لكن في المقابل لازم تمشي للناس بأغاني جديدة وحتى ولو ممكن معناها ممكن ما يعرفوهاش مثلا أو ما عندهمش لأنه اختلف الموضوع اليوم أنه إحنا صرنا عصر الأغنية والأغنية اللي وراها ما مش عصر سي دي كامل في 12 أو 10 أغاني اللي تسمعهم دائما وتحطهم في السيارة وتمشي لا صارت اليوم أغنية بأغنية بأغنية فهذا يأخذ وقت طالما في جديد أكيد لازم واحد يكون ذكي في حضوره وظهوره يعني ما يكررش نفسه ما يحاولش أنه يحرق صورته أو يحرق مراحل لكن بالنهاية طالما أنت اليوم مطلوب والحمد لله أنه الناس تحب تسمع لك والدليل أنه اليوم كان الحضور رائع جدا وكان حضور كبير فيعني أنت في السكة الصحيحة ما يمنعش أنه لازم تفكر أو أفكر في استراتيجيتك يعني تفكر أنك تكون متوازن برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا 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 يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي برشا برشا هي مدلل حبك على قلبي تسلل من عيني لو ردت تروح جسمي وروحي تتعلل انا حبي لك برشا وروحي والهنا وعطشا وقلبي يسلم لك عرشا وعقلي بحكمك يتامل
لا يخفى على حد أنه صابر الرباعي وبكل مناسبة عنده صرخة ونداء إنساني بوجهه لكل الشعوب العربية. فبمصر وخلال مشاركته بمهرجان الموسيقى العربية قدم رسالة سياسية، واليوم على مسرح سوق واقف أطلق صرخة لبل رسالة إلى تونس. فعما إذا كان يتعمد هذا الموضوع؟ قال صابر: هو حسب الظروف، حسب اللي نعيشه. ممكن ما تكونش موجهة إلى بلدك، ممكن تكون موجهة إلى وطن العربي كامل، لأنه اليوم نعيش اختلال في التوازنات واختلال في الأفكار والرؤى اللي تجينا من سواء من سياسيين سواء من يعني الناس مشتتة، الناس مش عارفة شنو حاضرها ومستقبلها. فأكيد لازم نكون احنا عندنا رسالة أو كلمتنا تسمع، لأنه نعرف أنه كلمتنا تسمع في ظروف مثل هذه، لما تمسك المصدح والناس الكل عيونها عليك والتلفزيون يعدي في الحفلة. فلازم يكون عندك من الجرأة أنك توصل رسالة بكل احترام، توصل رسالة مش غناء فقط لكن كلاما. في مؤتمرات الصحفية لازم تتكلم، ولأنه الناس تصدق كلامك وتحترم كلمتك بالنهاية. فهي كلمة عامة وكلمة الناس اللي معناها مش تسمع الكلام هذا تعرف أنه موجه لها الرسالة هذه. ومن بعد ما قدم صابر مجموعة من الأغنيات باللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية والتونسية، هل سيأتي اليوم الذي يقدم فيه الأغنية المغربية؟ بو الخليجي غنيت، العراقي غنيت، وي ممكن المغربي ما غنيتوش، يعني الليبي غنيت زمان، فالمغربي مثلا ما غنيتش المغربي. الأغنية المغربية فرضت نفسها اليوم، ويعني لأنها نمط الأغنية المغربي قريب منا، قريب منا احنا كتوانسة يعني، وكلكنة ما غنيتهاش صراحة اللكنة المغربية. طبعا ما في شك يعني، ولو أنه الموضوع ذا مش مرتبط بي أنا فقط، مرتبط بكل الفنانين التوانسة اللي إجمالا لازم يكونوا هما احنا كفنانين توانسة نحاول أن نوصل كلمتنا والماكسيموم، يعني مثل ما حصل مع سيدي منصور وبرشا ودلولة وخلوني وعشير الغالي، يعني كلها أغاني تونسية متاعي اللي مفروض يعني انضاف عليها أغاني أخرى. وأكيد اللي تعطيني الأغنية المغربية أو المغربية بالذات تعطيني حافز وتشجعني أنه نأكد على الأغنية التونسية ونعطيها أكثر بوش. وأنا بيت إليك تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني، والوقت فات وياك سواني، قربني ليك سيبني أعيش إحساسي بيك. بتحدى العالم كله وأنا وياك، وبقول للدنيا بحالها إن أنا أهواك، وإن أنت حبيبي وقلبي وروحي معاك، قربني ليك سيبني أعيش إحساس هواك.